طبقة مش معاه فلوس ولا ما حدش يا جماعة، ما حد ما كبش سيرة ليه يا فحت، حد ليه ما كبش سيرة حد اللي مش اللي بيحصل، بيطلع يرقص على المسرح من خير التيشيرت وسط ملايين من الناس. يا رب ربنا ينصرني يا رب. يعني هو حلو ليه يطلع يتصور ويعمل واحنا مش حلو لنا يا جماعة؟ ده وانا ما صورتش، هي لقيتني ضحكت على والله العظيم كل الناس صورت معايا. انا طبعا إيه، انا اللي هقول لحد لا انا حبوسك ولا اعملك ولا لا؟ طبعا عندي ارقام ناس كتير قوي محترمه وناس متعلم صوروا معايا بكل ادب وكل احترام، وان شاء اسماء اسماعيل متصوره معايا. ترت بص انا الاسماء اسماعيل ولا خرعة وخرعة وخرعة وخرعة، هي تبقى كانت تقول احترني يا كروان آخرة الحاط نحو وديتني فين بقى؟ بس في ربنا كبير، إن شاء الله ينصرنا على اللي بيحصل ده. ربنا ينصرنا يا كمان يا رب. جماعة كل اللي احنا يعمل في الشحات وربنا يعطي يا رب على خير عشان خاطر ربنا. ماله الفيلم الجديد منعوني من كل حاجة ويوي اقفوا جنبي يا اخواتي عشان خاطر ربنا، لو مش عشان خاطر انا اعتبروا ان انا واحد معوق وبعرفش امشي لازم تقفوا جنبي. سافر في مقدرش اخرج برا مصر، وانا مش هسيب مصر اصلا، انا هسيب بلدي واسافر كل شوية على بلد. جماعة التعليقات كلها كرام مصوم يا جماعة، كرام مصوم يا جماعة. يا رب عد حالي على خير يا رب، بحق يا حبيبك النبي يا رب عد حالي على خير. اه والله العظيم طيب وخلبان كل اللي يقول لي تعالى، ده انا الاول ما كانش حد يا كما يرتى يتصور معي. الاول كنت اروح والف على الطوخي موجود الطوخي واقول له والنبي يا عم الطوخي صور معايا اعمل معايا والنبي، وقول لي لا عشان مش معروف. كنت اروح قلت له 50 كلمة مش معايا فلوس، يقول لي لا مش هصور عاوز اكتر، وانا مش معايا شغال طول اليوم ب50 جنيه وانا مش معايا فلوس اديله.